صاحبي راه ما كاين الحب، راه ما كاين الناس دراك دابا مشيو تسكاو، مشيو يرتاحوا شويه البرد هذا وخلينا شويه المزيكا شويه ديال الخيانه شويه بلاد باغي يحب باغي يحس براسو شويه انسان. ديما الراب هاك نشق لامك راسك تنعرفش واحد العلاقه تخنت فيها وجاني التراك جاني على قلبي تبكيني في هذا الرياكشن. نقدر نبكي نقدر ندير اي لعبه. ايوا صافي اوني لا بور فير لي بيتيز. واش الدراري السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد، انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن رياكسيون في مجرس درب التبانه. اليوم جيناكم اغنيه كنقول تراك 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 ترى بولو كيغنيو. جينا لكم بالاغنيه ديال محميلانو ومحمد بوليفان. التراك هذا اللي نزل البارح جينا نديروه اليوم كالعاده. طلبوه لنا الدراري وطلبوه لنا شي ما طلبوهش نديرو حنا ما عندناش المشكل. طلبوه لنا شي صيفطوه للدراري صيفطوه للدراري ما صيفطوهش نديرو حيت محميلانو ديما كنديروه في سبالانو حيت كاينين الفيوز. ما ماشي ابر الفيوز صريحين الصراحه ديما الصراحه كاين شي مالين رياكشن كيديروه الصراحه. اصلا حش ندير اليوتيوب على حسب الفيوز باش يدير اي حد على حسب الفيوز. ايوا صح دونك بنادم خصو يفهم الكونسيبت كيف ما ديما الدراري كنت اول مره كنشوف ناس غتقول تحت سبسكرايب تلقى عندنا الانستغرام هذا ولا هذا تما غتلقاونا ديما. واللي مازال ما فاهمش الكونسيبت غيفهم الكونسيبت مالك غيفهم الكونسيبت في هذا الرياكشن. الخاينه ما كنسمعش انا ما كنسمعش حتى لعب واعر مازال ما بداش سيناريو اخراج له اه هو بداش انا يسحب لي عطف تقني ما كنسمعش انا عطف تقني ديال شحال شحال القصه عليا بقيت صامت وانا يا ما بكيت جودي شك نلعب انا والدنيا. شفت واحد اللعيبه في 2016 بنت لي تما شنو هذيك القصبه القصبه 2016 يا ما بكيت جودي شك لا صاحبي جودي شوف لا صاحبي لا صاحبي هكا وقع عليا دابا يهضر عليا دابا واعر صافي غير جبد جبد كلينكس بكيت انت يا بحال جات وتهنات وانا كل يوم رياكس ولا عييت وانا يا ما عييت في دار الخدام. البنات انتوما خاينات اصاحبي والله الا وقع لك شي بلان زعما ما وقع ليش زعما انا ما وقع ليش ولكن المهم دابا كيقول لك اكثر ضواحي الحب هم الرجال هما العيالات مشي العيال. انا بالعكس صح والله الا بالعكس دابا اللي كيخون حاليا مؤخرا ولات هذه الفكره هذه ديال ان بالعكس الراجل كتلقى مثلا واحد غادي مع بنيته ولا شي لعيبه بحال هكا وفي التاليه كتمشي تزوج كتقول لك انا لا تنبقى غادي معها هي عندها الحق واحد انا كل يوم في النبات تبني لي هي شعل منوي انا والله ما ادري وصوت الحزن عايش شحال مقصية الله يا صوت ما شافي والو في عشقك هذا صوت فكرني بداك الغنى القديم غنى بين يكون صوت بين يكون قديم ساهل مزهير نخسر ونفارق كل شيء ما صرا دابا نخسر الفرق كي شي ما صرا بحالي خارج انت من واحد علاقه حب كلكم مشروط تكرفس انا كنمزروع مع انه بغضه معيان وكنصور رياكشن ماشي ونكمل حياتي نورمال يا انا يا هاني وانتي يا درا. وسبحان الله هاد الدراري هاد اللعيبه هادي ديال ان شي وحده فاش كتكون مع شي واحد مثلا كيدوزوا شي مده وكتمشي تزوج بواحد اخر زعما ما كتقولوش وكتمشي تزوج بواحد سبحان الله كتطلق ما عند الله داك الشيء عند الله بنوب كيخرجوا كطلاق ولا كيوقعوا لها مشاكل مع راجل كتلقى داك الراجل اللي كتزوج به زعما باش تسمى تزوجات غير ما كتلقى مرسوق لهاش باغيها غير في داك الحوايج اللي راكم عارفينهم ممكن ممكن دابا في هاد الحالات كيوقعوا بزاف ديال الحوايج احنا ولينا اسر وحلول صافي كملي فيها ومبروك عليك الامتان يا العذراء عندك خسرات باينه ايه ويا لا يا الخاينة كيف السهم ترمي نظرات بالغدر ماين عليك يا بنت الناس ماين ويا الصوت عند هذا ويا الخاينة واو هذا فكرني في سميتو في الشعبي ديالهم ديال الجزائر هذاك الغناء القديم شوية هذاك الشيء اللي كنتي كتسمعو كتقول هذا الغناء هذا في الشكل ماين ويا الخاينة تمحني وانا تمهني هني تزوجات وتهنى الناس كنقول لك وانا كل يوم في نبات من بعد انت فهاد الرياكشن داري كل مره في كان يا العذراء عندك خسرات باينه ويا الخاينه يا الخاينه كيف السهم
محملان وكسرعات مرمي على الجمار. واو واو صوت صاحبي صوت سامو حميلان وعرف يلعب مع دخونا بات الصوت. هاد اللعبات هادو تلقاو مع بسي هادوك صحاب التيك توك اللي كيكونوا مغدورين كيهيجوا على هاد الاغاني كيموتوا على هاد الاغاني غير تنقصني لوحه في سطور. خصك تحطها في سطوني في سطوري يا الخاينه يا الخاينه يا الخاينه وتحشي لها الهضره كتقطع عليها زعما تحشي لها الهضره بزاف. امو واقيل هادي امو واقيل هنا كتبدا اخواتي قوتي انا يا دبرتي عليه دابا النميمه غاتبقى لو كان عندي 10 قلوب ما تستهلي حتى واحد لا الغرام راح انتو لا لاحظت واحد اللعيبه فاش كيبدا يغني هذا كيبدلوا باش كيبدلوا اللعيبه ديال ان واحد الشعبي هذا واقيلا قديم واقيلا يكون قديم ولكن صوته صراحه الدراري هو الصراحه عمري ما سمعته ولكن خصني نمشي نسمعه بالرجوع. انا يا من عاود انا شكيت في واحد الاغنيه عارفها ديال الجزائر الصوت سامعو يعني بحال يقدر يكون هو اللي غناها ما عقلتش على السميه ديال الاغنيه ولكن ضروره تكون سامع شي لعبه ديال انا يا الرايح لا يا الرايح تونسي يا الرايح تونسي الصوت انا ما خافيش عليه بالرجول في تكون شافها ما شافها نخسر ونفهر كل شيء ما واو بس خايف هاد الاغنيه وشي واحد وشي يدخل يعني والروابا مازال ما بغاو يديروا هاد البلان هذا الروابا مازال ما بغاو مازال ما فهم مازال ما فهموش الكونسيبت مازال ما بغاو يدخلوا في لو واحد ونكمل حياتي نورمال كمل حياتي ايش قلت معاكم انا يا هاني وانت يا درا دابا قلت شي هاد البلان هذا قال لي انا واخا انا هاني انت يا درا زعما انت شنو كملي فيها مبروك عليك نوفال مبروك عليك لونفير زعما الجحيم دخلت مبروك عليك الجحيم اللي دخلت العذراء عندك خسرات بينا ويا الخاينة واو كيف الاسهم ترمي نظرات بالغدر ماين عليك يا بنت الناس ماينا ويا الخاينة كنسمع الاذان الدراري الاذان رجعوا بور الاذان تهلا تهلا عدنا الدراري صليوا الدراري ما تنساوش صلاة العصر ممكن هنيا وانا مرمي على الجمال يا العذراء عندك خسرات بينا بدون خوف من المجتمع الدراري غنطيلي شارجي والتراكات كيف الاسهم ترمي نظرات بالغضام ماين عليك يا بنت الناس ماين السيل بزز منك يعجبك بالرجوله مزيكا خاصه فاش كتلقى شي واحد قديم وواحد جديد ما عرفناش دابا واش هذاك فريق قديم ولا ولكن بان لي راجل كبير يعني غيكون خاطر غيكون قديم الغناء وهذا الشيء غير من الغناء ديالو راه باين صوتو صوتو اسطوره الدراري بالرجوله ماين عليك يا بنت الناس ماينا ويا الخاينه يا الخاينه وانا مرمي على الجمار فنان فنان نادي 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 عجبني محملان في واحد لعبه هو دار مع شي واحد قديم الوفراء عبد الهادي بو بوكوره فهمتي يعني دار مع واحد قديم راه مزيان هادي ما كنشوفوهاش بزاف الروفران مصروع صراحه عجبني الروفران والطراك كله صراحه اغنيه جميله اغنيه كامله مزيكا. جميله هذا ما كان والناس اللي مغدورين راه غي بحال يبكيو انا دابا نبكي نسلو صافي نسالو شد الكاميرا يلاه